تميل تملي للاستعراض، اللي احنا بنسميها تبقى تحب بتكون مركز الاهتمام. عشان تبقى مركز الاهتمام ممكن تبقى بفكر صائب، بافكار علميه، بافكار سياسيه، ولكن هو قادر ان هو يثير الانتباه ويبقى محور الارتكاز في اي مكان بالسلوك بتاعه. نعم. يا اما سلوك لبسه، يا اما الخيمه اللي بياخدها، يا اما الحركات اللي بيعملها. وبعدين لما بيتكلم معاك كمان، دي بنشوفها في برضه كتير قوي عندنا، انه ما عندوش، ما يقدرش يبص وش لوش، بص لا بص في السقف. وعنده نوع من التعالي لما بيتكلم مع الناس، وكانه فعلا جرذان على صراصير. هو يراهم كده بالفعل ولا يدعي، هو يراهم كده. نعم. يراهم كده، يرى ان الشعب دولت يعني، وقال لهم اللعنه عليكم وعلى والدكم وعلى والدتكم. وبعد كده هيحكم، ما بعرفش هو عاوز يعمل ايه، لكن لا شك ان هو محتاج لعلاج. وبعرفش هل يعني ذلك انه مسؤول ام غير مسؤول؟ يعني عندما نتحدث هناك جرائم حرب ارتكبت، هناك مشاهد بشعه، هل يعني الحديث عن القذافي باعتباره شخص غير مريض، ليس في حاله قياسيه، انه معفي من عقل الشعب هيحكمه؟ يبقى طبعا مجرم حرب. ولكن اذا كان طبيب نفسي هيشوفه ويشوف ان هو عيان، حسب القانون بتاعنا انه يدعى احد المستشفيات، لانه يبقى غير مسؤول جنائيا، لانه ما عندوش الاهليه ولا الادراك ولا التمييز ولا الوعي ان هو يعرف الخطر. يعني كيف دكتور، يعني شخصيه تميزت بالقدره على البقاء، قلب الموازين، احيانا ان اجهاض اي تحركات كما حدث في مرات سابقه، التخطيط حتى للمستقبل من خلال الوجود في السلطه عبر ابنائه سيف الاسلام القذافي وغيرهم، هل يمكن ان نقول انها غير مسؤوله عن تصرفاتها؟ لا، ما تقدرش تقولي غير مسؤول، لكن انا بقول لك ان هو اذا حد فحصه وجد ان هو كل السلوك بتاعه مبني على ضلالات وعلى افكار خاطئه، هنا حسب الشريعه حتى الاسلاميه، إن اذا كان من ذهب الله بعقله فلا عقاب عليه، فلا مسؤوليه جنائيه عليه. ولكن في حاجات عملها وهو بكامل وعيه وكامل ادراكه، يعني هو بيعمل هذه الحاجات اللي بيعملها، هو عارف بيعمل ايه، فهيحاسب عليها. ولكن يعني مش كل واحد مريض عقلي او مريض نفسي ان احنا نقول غير مسؤول. لا، ده لازم يكون العمل اللي بيعمله ليه علاقه بالضلال بتاعه. فواضح قوي ان اللي هو بيعمله ما لهوش اي علاقه بتفكير ان هو يقتل الشعب بتاعه. طب يعني هل المساله هي فقط، يعني نحن عندما شاهدنا خطبه سيف الاسلام القذافي لم تكن تختلف في مرتكزاتها عن نفس الكلام الذي يقوله القذافي، الاقتناع او محاوله اقناع الاخرين بان الشعب يثور تحت تاثير المخدر مثلا، يعني مبرر لا يستطيع احد ان يصدقه، لكنه يتحدث عنه بهذا القناع، التهديد بحرب اهليه. الكلام اللي بيقوله ده اذا كان يعني هل المرض العقلي ورث هنا؟ الطبيب النفسي لما يشوف الكلام ده هو يقول ده راجل غير مسؤول. نعم. لأن ما تقدريش تعاقبي انت واحد. انا اتحدث عن سيف الاسلام هنا، عن ولده، عن ولده. هل المساله هنا تورث ولا هي مساله؟ العامل الوراثي في الامراض دي بيلعب دور كبير جدا، يعني لا يقل عن 40 50%، وبين العامل البيئي. هو عنده الاستعداد وجاءت الضغوط الشديده راحت مفجره برد، بيتكلم كلام بيخطرف. هل هو مرض او فساد؟ يعني الصحف الغربيه مليئه بالكثير مما يرقى لدرجه الفضائح حول ابناء القذافي، هانيبال وخميس وغيرهم، شراء نوادي في الخارج، دفع ملايين لمطربات وممثلات من هوليود لاحلاء حفلات. ده سلوك. نعم. ده سلوك. واحد اتربى تربيه بالشكل ده بيبقى عنده حاجه اسمها اضطراب الشخصيه. اللي هو يبقى مستهين بكل القيم والتقاليد والمجتمع والاخلاقيات. ده بيعاقب. ده بقى اطراف الشخصيه. يعني انا ارجو المعذره من مهندس عبد الحكيم، لكن انا استفيد مع الدكتور، لان انا اعلم انه على لدي موعد سيغادرنا في منتصف هذا اللقاء، لذلك اركز معه على هذا الجانب حتى نستفيد من هذه الجوانب العلميه. سلوك انحرافي، يعني عندما يرتبط المرض النفسي بسلوك انحرافي. لا، في نوعين، في اضطراب شخصيه. نعم. اضطراب شخصيه كل الناس اللي شايفاهم فيهم اجرام، فيهم كذب، فيهم نفاق، فيهم يعني اغتصاب، فيهم كل الحاجات دولت اضطراب في الشخصيه. في نوع تاني بقى اللي هو المرض. المرض انت بتقولي على اولاده ما سابتش منهم غير اضطراب شخصيه الى الان. وطبعا اتربوا بطريقه ان الشخصيه ما تبقاش سويه من ساعه ما اتولدوا، قوه غير معقوله، سلطه غير معقوله، مال غير معقول، اخلاقيات يعني ما فيش التزام بيها قوي، مستهينين بكل شيء في المجتمع،
وزي ما هم زي ما ابوهم بيقول فران الشعب ده شعب هيتسكت درشي. يعني هو نمط التربيه هنا طبعا نعم. البيئه والوراثه بيلعبوا دور كبير جدا، لكن هو حاجه تانية خالص من ناحيه اللي بيقولوا في هذه العمليه. البحث عن الالقاب الكثيره، يعني امير المؤمنين، ملك ملوك افريقيا، عميد الزعماء العرب وما الى ذلك، كيف تراه مفهوم؟ هو واضح ان هو بيمر بفترات فترات يبقى فيها عظمه وفيها نوع من انواع المشروعات الكثيره واحساس بذكاء مفرط، وهنا العظمه بتاعته يعني هي الجمهوريه بتاعته اسمها الجماهيريه. نعم. مش جمهوريه واحده، الاختلاف وبعدين الديمقراطيه وبعدين الشعبيه وبعدين الاشتراكيه وبعدين العظمى. كل نوبه من النوبات بتاعه البلد بيضيف اسم للبلد بتاعته يعني. وبعدين بعد كده بيجي له وقت اللي هو يقول انا مش عاوز اكمل، مش عاوز اشتغل، ويروح يقعد في الخيمه مع والدته وما كانت موجوده وينعزل تماما. فعلا ده برضو مرض تاني، يعني مرض برضو عندنا يتميز بنوبات من النشاط والمرح. كم مرض دكتور؟ كم مرض حضرتك عديت؟ كم مرض لغايه دلوقتي؟ لا انا بقولش مرض، انا ما بكشفش عليه. نعم. لكن انا بقول لك ان في مرض يتميز باكتئاب وانعزال وانسحاب وبعدين عظمه وصراحه وكلام غريب جدا وبهرجه ولبس غريب جدا. ولكن في الاكتئاب يبقى مش لابس حاجه خالص، قاعد مسكين جدا في التوك توك او حاجه بالشكل ده، فاهم ازاي؟ ده مرض بنسميه ثنائي القطب. في امراض ثانيه اللي هي البارانويا، في امراض الفصام، وفي امراض في امراض كثيره جدا موجوده في امراض. مثلا اذا كان واحد عنده صرع ممكن يجي له اعراض عقليه. يعني هل اذا كانت شخص لديه الاستعداد منذ بدايه حياته ولديه بعض هذه الامراض كبذور يكون البقاء في الحكم وعدم خضوعه للمساله النفسيه يزدها تفاقما كما حدث؟ يعني هل كانت البدايه تشبه النهايه طبعا مثلاً؟ يعني هي النقطه ان في بعض الاحيان المريض ما بيبقاش عنده استبصار انه مريض. وبالطبع لا يواجهه احد، اذا كان رئيسا يقول له انا مريض عشان علاج الزامي. لا، وانت عندك ستالين في اخر ايامه جاله برضه اضطهاد انهم عاوزين يسموه يموتوه. وجابوا له اطباء نفسيين شافوه وقالوا انه لازم محتاج لعلاج، فسال يعني علاج ايه؟ قالوا له انك انت بتشك، وده الشك دوت يعني علاج. مين اللي قال كده؟ الاطباء النفسيين، اعدمهم كلهم. فالاطباء النفسيين مثالي بيبعدوا عن الدكتاتوريه. هل ترى دكتور انه يجب على البلاد العربيه او على اي بلد عموما ان تضع بندا للتقييم النفسي لاي شخص حاكم؟ مش بس البلاد العربيه، انا طالبت اثناء رئاستي الجمعيه العالميه للطب النفسي وبعتت للامم المتحده خطاب أرجوكم يا جماعة، كل المصايب في العالم جاية من الحكام. وبالتالي ده تفكير حكام، والتفكير ده تبعنا إحنا. إحنا عاوزين نفحص مجانا، لجنة تتغير كل 3 سنين، أي واحد موجود في الحكم يشوفه هل صح ده ممكن بيموت. يعني هتلر مات 30 مليون أو 40 مليون عشان فكره جنس الأري يسود العالم. نفس الحكاية، نيرون حرق روما كلها. ده إذا كان حد يعني اداله علاج وكشف، ما كانش اتحرقت روما ساعتها. نعم. فهنا طبعا هم ردوا رد مهذب جدا. هنرى الموضوع طبعا صعب قوي التحقيق، انك انت تبعتي الحاكم منتخب وتقول هنشوف مخك او عقلك. لكن الحاكم ليس منتخب، ولكن ده موجود في امريكا. نعم. امريكا كل سنه بيطلع تقرير عن حالته الجسديه وحالته النفسيه. نعم. ده موجود. إذا عدنا مرة أخرى لشخصية القذافي، أنت استدعيت نماذج لم تتورع عن ارتكاب مذابح، ما نشاهده الآن هو مذبحة. كيف تتوقع نظرة القذافي نفسه وهو يرى يعني شعبه يسفك دمه بهذه الطريقة؟ تستغربي جدا إن هما بيبقى عندهم عملية إنكار وعملية إحساس بالعظمة. اللي أنا بعمله ده لمصلحتهم، لأن هما مش عارفين إن الناس اللي قاموا دولت جريذان عاوزين يبوظوه. يعني هو صدق ما قاله. هو مصدق، هو مصدق إن هو على صح. هذا المرض كده. أما يجي واحد يقول لي أنا المهدي المنتظر. أقول له بس أنا عندي عيان تاني جنبك في السرير اسمه مهدي منتظر برضه. يبقى هو كذاب. هو بقى عندي الاثنين بحطهم ساعات مع بعض في أوضة واحدة. واحد فيهم كذاب طبعا، الاثنين مهدي منتظر ازاي؟ إذا جاء لك القذافي ما الذي إذا يعني كانت لديك الفرصة لأن تختبر عقيد القذافي، كيف ستتعامل معه؟ لا أتعامل معه، يعني شغلتنا ممكن قوي نتعامل معاه بأساس إن هو ممكن يقبل العلاج. إذا ما كانش يبقى لازم يتحط تحت العلاج الإلزامي اللي هو بيتعالج غصب عنه، لأنه خطر على نفسه، ممكن خطر على دولته وعلى شعبه الآن. مش بس على شعبه، ممكن يعمل حاجة في روحه كمان. فإحنا بنحميهم لما بنعالج المريض ده هو بدون إرادته، إحنا بنحميه. نعم. وبنحمي المجتمع من الآثار اللي هي ممكن تحصل من الكارثة بتاعت هذا المرض أو هذا التعب. شكرا جزيلا لك دكتور، أنا أعلم أنك مرتبط بموعد. شكرا جزيلا لك. شكرا جدا. جزا اللقاء، تفضل حضرتك. تفضل حضرتك. بس المايكروفون. لا بس.
انا كنت عاوز اسمع ابني العزيز. والله اذا تفضلت معانا نبقى سعداء، اذا تفضلت معانا بالبقاء. ايوه اذا تفضلت معانا بالبقاء، وكان عندنا الفرصه ان حضرتك تبقى معانا. 8 وده